يقول أخذت إيدي اليمنى ارجفت من هيبة العنوان إلى السلطان قابوس المعظم جت معانيها بعد إذنك يا مولاي المفدى يا عزيز الشان يا نسل البوسعيد المعتلي بالمجد طاريها أنا الشاعر رقم صفر بوجودك لا ولا الإنسان مدام أوصافكم يا سيدي عاجز أوفيها رغم تجربتي الصغرى أسرت الشيب والشبان وفيكم سيدي الجملة أكاد أفقد مباديها تجي الأفعال ماضي حاضر ومستقبل بجنحان تسابق كل شيء في المجرة ولا يجاريها تحل وتختصر كل الحكاية في ولا وعرفان على طاريكم الأفعال جتوفي لراعيها غريبة لا حشا ما هي غريبة وانت في الوجدان حفرنا لك حروفك من كثر ما القلب يغليها في حرف القاف قمة قمة القمة إلك أوطان يليها الألف آلاف الصفات المصطفى فيها بعد حرفيك حرف الباء يثبت بأنك البرهان إلى الواو الوطن قايد في وخير وافيها ختام اسمك بيان يدل بأنك من خلق سلطان يا سلطان طلب أرواحنا بالحال نرميها تفضل لا أنا جيلك وأنا جيلك بلا حسبان جيوش من المشاعر أنت أمرها وناهيها نحبك سيدي حب العماني للوطن لعمان لأبيض أحمر وأخضر علم يرمز لبانيها عماني والعماني لا قريته يربك الأكوان لذا هالناس من تسمع عماني تبيع غاليها عماني وسيرتي درب عبر به صفوة الشجعان درب ماجد ومازن جولندا ومن مشى فيها ورا السلطان نرقى بالوطن عالي ورا السلطان وإذا أشر على نجوم الفضاء أفواج نغزيها تربينا على مبدأ جزا الإحسان بالإحسان وأنت إحسانك الغين ومحال اللي يجازيها كتبتك من شعاع الشمس في صدر السماء لزمان بشاعر صادقة هنزل ولا تري وش سميه.